مبسوطة كده؟ اه مبسوطة؟ اه الشارع اللي وراه مبسوطة؟ اه الشارع اللي وراه مبسوطة بالحاجة اللي جبناها؟ اه الشارع اللي وراه. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى يا بنات، أنا لازم سفيان، أنا طالعة لايف. المكان ده رحت اشتريت منه لبس العيد ولبس هدايا عيد الأم، تمام؟ بعد ما جبت الحاجة رحت تاني قلت لهم أنا عايزة حاجات، قالوا لي لأ مش عايزينك تيجي هنا تاني وما تشتريش حاجة تاني من هنا. قلت له ليه ما اشتريش حاجة من هنا؟ قالوا لي عشان انتي يا شيف سارة كل مرة تيجي تلمي الحاجة وتمشي بعروض وحاجات قد كده وتاخدي الحاجة بسعر كويس وما تعملي لناش لايف. قررت افضح المكان ده واعرفكم سر المكان اللي بجيب منه العبايات بتاعتي. شايفين العباية اللي انا لابساها دي؟ بصوا الخامة، العباية دي ب 250 جنيه. دي اهي بصوا، والله ما تيجي تمن السوسته اللي متركبه فيها، والله ما تيجي تمن السوسته اللي متركبه فيها. رحت بقى جبت عبايات العيد وعبايات رمضان، ورحت اجيب عبايات عيد الام، لقيت اولى بقى بتقول لي ايه وانا كمان انا عايزه اجيب لقرايبي وصحابي. قلت لها عايزه تجيبي اروح المكان هناك واروح لهم لحد عندهم يقولوا لي لا مش هنديك حاجه تاني. ليه يا استاذ بيتر مش عايز تديني شغل؟ يقول لي عشان انتي بتقعدي تشتري مننا طول السنه وما بتعمليش لايف. فانا قررت ان انا افضح المكان ده واقول لكم انا بجيب حاجتي منين. انتي السبب في اللايف ده، انتي السبب. مبسوطه؟ اه ماشي. مبسوطه؟ اه ماشي. المهم يا بنات جبت العبايه دي، دي شموع بصوا كده، دي ب 250 جنيه اهو شايفين؟ اهو دي ب 250 جنيه. دي جبتها من عند برزي ستور، ليهم مكان في شبرا مصر وليهم مكان في العتبه، ده مكتب جمله. جبتها ب 250. بصوا بقى، بصوا اهو القطعه ب 250 جنيه اهو، ب 250 جنيه اهو القطعه ب 250 جنيه. طب لو انت اشتريتي خمس قطع هتاخدي السته هديه، يعني لو اشتريتي خمس عبايات الواحدة ب 250، يعني لو اشتريتي خمس عبايات ب 1250 هتاخدي الستة هدية، هتاخدي ست عبايات ب 1250، تمام؟ هدايا عيد الأم دي ببلاش ولبس العيد. تعالى أوريكم بقى العبايات التحفة. بصوا الخامة دي، بصوا يا بنات، ولا الترنجات، يا لهوي على الترنجات، قمر قمر قمر. بصوا بصوا العباية دي، دي بقى ليها كورنيشة كده من تحت. لا أنا عايزة أوريكم، انا قلت لك ما تطلعش، اصبر عليا. بصوا بقى دي الكرانيش بقى من تحت كده، دي ب 250 جنيه اهي، ليها كرانيش كده من تحت وليها حزام عشان تجسميها من ورا. بصوا الخامه بتاعتها الجيرسيه اللي هي ايه تترمي دي، اللي هي ما تحرركيش ابدا في الصيف، ده غير اللون بتاعها فظيع ما شاء الله. بصوا اهي، ايه رايك يا اولى؟ حلوه حلوه، انت اللي حلوه. ودي كمان، واللي انا لابساها دي ب 250 جنيه، ودي كمان ب 250 جنيه اهي، في جميع المقاسات. دي ب 250 جنيه، دي قمر قوي، دي تطريز هاند ميد، دي ب 250. بصوا القماشه قطن ازاي عشان ما حدش يقول لي القماشه مش حلوه، القماشه تحفه 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 اهو. بصوا بصوا كده بالشراشيف القماشه بتاعتها، القماشه الصيفي التحفه دي ب 250 جنيه. ولو اشتريتي خمس عبايات الستة هدية. بصوا القمر دي، ثواني اقول، دي ب 200. بصوا بقى، بصوا من تحت، بصوا من تحت، بصوا الشياكة، بصوا الشياكة دي ب 250 جنيه. بصوا كده يعني أرخص من كيلو اللحمة والله. العباية دي تعيش معاكي العمر كله، كيلو اللحمة والفرخة يوم وخلصت، دي بقى تعيش معاكي العمر كله، هدايا عيد أم، هدايا لحماتك، لبس عيد رمضان. بصوا دي ب 250 جنيه. انا عايزه اوريكم الخامه، شايفين الخامه؟ شايفين الماتريال؟ بصوا تطريز الخامه بتاعتها، بصوا اللي هي الخامه الجيرسيه اهي، بصوا طريه جدا جدا، دي ب 250 جنيه يا بنات. ولو اشتريتي خمس عبايات هتاخدي السته هديه. بصوا بقى القمر دي، بص اللون المستردة ده
دي ب 250 جنيه. عباية العيد، الله دي اموره قوي صح. بصوا كده دي من تحت عامله ازاي، من تحت باينه، مش عارفه من تحت باينه ولا لا، متطرزه من فوق هنا ومن تحت. بصوا دي ب 250 جنيه، دي عامله زي الدريس كده، عامله زي الفستان. بصوا ب 250 جنيه يا بنات، ب 250 جنيه هاتي كمان ودي كمان. خدياها. بصوا هدايا عيد الام. بصوا دي تحفه. بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا بقى الامارات. بصوا ب 250 جنيه الخامه. بصوا انا عايزه، بصوا بتتخسر من هنا. بصوا الخامه دي التايجر. بصوا شكل الكم، بصوا شكل الكم. اسمها ايه القماشه، ايه القماشه اسمها ايه، اللي هي الفسكوز، الكم فسكوز اهي. بصوا بصوا الكم دي ب 250 جنيه يا بنات. بصوا بصوا القمر دي ب 250 جنيه اهي. بصوا 250 عبايات العيد ورمضان، هدايا عيد الام لحماتك لاي حد. بصي بصي الخامه، بصوا ب 250 جنيه اهي، شايفين؟ هاتي. الله الله الله، انا هاخد دي، مش هديها لي، دي بتاعتي. بصوا بقى الجمال ب 250 جنيه. بصوا الشغل من تحت، شغل الفراشات. بصوا مريحة قوي دي، خامه اللي هي الخامه الجيرسي دي المريحه في الصيف. بصوا ب 250، اللون بتاعها فوق الروعه، اللون المينت جرين. بصوا كده من تحت، بصوا الخامه اهي، شايفين اهي خامه جيرسي. بصوا كده، بصوا بصوا بقى، بصوا بقى الترنج القمر ده، ده ب 275. ترنجات الصيف طلعت ب 275. بصوا بقى الترنج القمر ده، بصوا الشياكه بقى، ده الترنج ده بتاعي. بصوا بقى الترنج القمر ده، بصوا اللون الجري اللبني. بصوا كده، بصوا ده ب 275، ده ترنج صيفي. بصوا اهي خروج، الترنج ده خروج يا بنات صيفي اهو، ب 275 اهو. بصوا شكله، عشان محدش يقول لي الحاجة يا جماعة ده مصنع جملة، ده مصنع جملة برز ستور، ليه فرع في شبرا وليه فرع في العتبة، ده مكتب جملة. تمام، شايفين شكل الترنج عامل ازاي؟ بصوا الخامة، بصوا الخامة اللي ما توبرش معاكي، خامة نظيفة طبعا، انا بتعامل معاهم بقالي سنين اهو. ده ترنج ب 275، وريني. بصوا بقى العبايه القمر دي، بصوا العبايه القمر دي اللون البينك ده، دي ب 265 اهي. بصوا شكلها ب 265، دي قطن اهو، ب 265 ودي 310، بس دي اموره قوي، دي 310. بصوا بقى دي 310. بصوا بصوا من تحت، بصوا دي ب 310 يا بنات، دي ب 310. بصوا الجمال، بصوا تحفه، بصوا اللون مجرم بجد، دي ب 310 اهو، دي ب 250. بصوا القمر دي، دي ب 250 اهي، ب 250 جنيه على ورقة. دي بقى قمر 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 قمر، دي ب 250 جنيه. بصوا بصوا بقى جنب دي، جنب هاند ميد واللون بتاعها مسكر قوي، دي ب 250 جنيه يا بنات. بصوا شياكه قوي قوي، بصوا الجمال ب 250 جنيه. بصوا بصوا شكلها عامل ازاي، في جميع المقاسات من اول 60 كيلو لحد 130 كيلو ولا 140 كيلو اهو. بصوا كده الجمال، طبعا عشان انا نحيفه فجايبه المقاسات الصغيره. بصوا دي ب 250، تحفه 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 تحفه.
الاتصال بطيء. هعمل الراوتر وجايه. بصوا المنت جرين، بصوا بقى المنت جرين وجماله. دي قطنة، ها في حماتنا امهاتنا خالاتنا بيحبوا الحاجات القطن دي. دي ب 200 كام؟ ب 275. بصوا بقى الخامه ما اجملها. بصوا دي ب 275 قطن 100%. بصوا ب 275 اهو، شايفين الشكل؟ دي ب 275 اهو. بصوا بقى جميله جميله جميله، حاجه كده هاديه وسيمبل للناس اللي بتحب الحاجه القطن 100%. دي ب 275 اهي، شكلها تحفه واللون بتاعها تحفه التحفه. بصوا ب 265 قطن برضو، 265. بصوا ب 265 لا دي تتفتح بقى. لا طقم ده العبايه دي ب 400، دي ب 400. بصوا بقى، لا دي قطعتين، لا دي ايه الشياكه دي؟ بصوا بقى ده كاردي، بصوا كده ده كاردي، دي حلوه قوي. حلوه قوي. بصوا يا بنات، دي عبايه كاردي، بصوا كوريشه، بصوا كده. بصوا وليها رباط، فك رباط كده يا اولى. بصوا فين ايه؟ ليه العذاب ده؟ مش انتي، ما انا عارفه، ده انا بكلم العبايه. بصوا ده كاردي، بصوا كده حلوه. دي عبايه تحفه ما شاء الله، والقماشه بتاعتها حلوه. ده كاردي بيتعمل كده، ودي تحت منه، دي تحت الكاردي. دي قطعتين، دي ب 400 جنيه. بصوا كده. بصوا دي للعيد، دي للعيد، دي كده تحت. استنى افكها. دي ب 400 قطعتين، القطعه دي ودي، دي كده ب 400، دي كده اهي، دي تحت ودي كده فوق. حاول ابين لكم المنظر. دي ب 400، ايه رايك يا اولى؟ حلو. هاتي اللحظات، بصوا اربطي الحزام. بصوا دي قطعتين، قطعه السودا والقطعه، طبعا في المقاسات دي بقى مقاسها كبير. ايوه بصوا شكلها. بصوا حلو قوي. الاسود، ودي ب 400. بصوا بقى الخامه، بصوا شايفين الشغل؟ شايفين الشغل يا بنات؟ تحفه تحفه، العبايه دي تحفه التحفه اهو. بصوا على عينك يا تاجر. بصوا بقى القماشه، بصوا الكريشه، بصوا القماشه، القماشه تحفه يا بنات. لا القماشه بجد فظيعه. بصوا دي الماتيريال بتاعتها، بصوا التطريز بتاعت الكاردي، وريني حاجه واحده. بص بقى الترنج ده، حطي جنبك ده زي اللي انا وريته لكم، بس ده لون تاني. احنا هو ده نفس اللون، هو حاطط اتنين، هو نفس اللون ده انا وريته لكم. ده ب 275 ولا ده شكل تاني؟ لا ده شكل تاني اهو، بس هما الاتنين نفس اللون. لا ده شكل تاني، ده ب 275 اهو، بس نفس اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي. بصوا كده اهو، ودي كاتشو، ده ترنج صيفي للنادي. بصوا كده ب 275 او للبيت. ده ازاي؟ واو ازاي؟ ده ازاي صلب. استني نقيس بكام الإسدال؟ هو راح فين؟ الكيسة راحت فين؟
او ب 250. الاسدال ب 250، اسدال الصلاه ومشرف في سكوز ب 250. بصوا الاسدال يا اختي، عقبال لبس الحج يا اختي، قمر والله اللون الابيض، عقبال لبس الحج. بصوا كده، لا ب 250 تحفه، مريح قوي. بصوا هادي هادي جدا ب 250. ده مصنع جمله يا بنات، بيجامات عبايات اسدالات، ده مصنع جمله. العبايه عبايتي ب 250 جنيه. بصوا العبايه اللي سالتوني عليها ب 250 جنيه، انا عندي اختها ب 250 جنيه. بصوا الشياكه دي، انتوا شفتوني وانا لابساها. بصوا الشياكه ب 250 جنيه. بصوا الجمال ب 250، انا عندي اختها بصور لكم بيها ب 250. بصوا بقى شغلها، بصوا يا بنات ب 250 جنيه. بصوا، ولو خدتي 5 عبايات الست هديه. بصي ب 250 جنيه الخامه بتاعتها، بصي شكلها تحفه لكم، تلبسي عليها اي لون طرحه. بصوا كده من الالوان دي، كافي اورنج، اللون البنفسجي ده، بصوا تحفه ب 250 جنيه. القمر دي ب 200 جنيه اهي، ب 200 جنيه. قطن دي، قطن ب 200 جنيه. دي مسكره قوي ب 250 جنيه. بصوا كده، بصوا القمر دي ب 200، دي ب 200. بصوا كده الشياكه ب 250 جنيه، شايفين؟ بصوا الالوان، التطريز مجسمه هنا، بصوا اهي، بصوا مجسمه، بصوا على شكل دريس كده. بصوا اهي اهي، دي ب 250 جنيه اهي. بصوا كده، انا بفتح الحاجه قدامكم، الحاجه ما فيهاش غلطه واحده. بصوا اهي ب 250 جنيه. الحقوا تصفيات المصنع اللي انا لابساها دي ب 250 جنيه برضو. دي بكام؟ لا دي غاليه شويه بس شكلها حلو. دي ب 275، اغلى حاجه لحد الان 275. دي ب 275، دي حلوه، واو. بصوا الازرق على الاسد يمنع الحسد ب 275، دي اغلى حاجه، اغلى حاجه 275. بصوا كده دي، بصوا شايفين، شايفين الجمال والالوان. بصوا الخامه، الحاجه انا فاتحاها قدامكم ما فيهاش غلطه، ب 275. تمام، تصفيات مصنع. ده ايه ده؟ ترند بيت ولا دي ايه؟ ده نظام. بصوا بقى، دي نظام عدايه دريس، او ده دريس اصلا. ده بكام؟ لا ده غالي، ده ب 500، بس ده متهيألي طقم خروج، ده ب 500. بصوا ده بيتلبس، لا ده دريس. بصوا يا بنات اهو، وعليه جاكيت جينز اهو اهو، ده دريس اهو، الخامه بتاعته اهي اهي، وعليه الجاكيت الجينز ده، ده ب 500. يبقى دي ب 200 جنيه. ايه ده؟ الكاش ده ب 175 ودي ب 200 جنيه. استنى، لا دي خليها دي في الاخر، دي ب 175. القمر دي، دي انا ممكن البسها البرديس في رمضان، دي تبقى عبايه البرديس في رمضان. ده كاش بيتي، ده كاش قصير، بصوا ب 175. بصوا بصوا، لو انت عندك بنوته من عمر بنتي 13 12 14 سنه
تبقى عليها عباية. بصوا كده الجمال تحفة قوي. بصوا ليها حزام دي ب175 جنيه. بصوا 175 ممكن تلبسيها انتي في البيت. بصوا الخامة، بصوا الفينش بتاعها عشان محدش يقولي الحاجة رخيصة عشان الخامة بتاعتها نظيفة. الفينش بتاعها فوق الروعة، شايفين 175 الفينش بتاعها فوق الروعة. بصوا عبايات رمضان والعيد وعيد الأم كل حاجة. بصوا كده ب175. دي ب200 جنيه، دي ب200 جنيه. بصوا القمر دي بقى لصلاة العيد والناس اللي مسافرة عمرة. بصوا دي ب200 جنيه القمر دي. بصوا كده ب200 جنيه. بصوا الجمال ب200 جنيه يا بنات من عند بارزي ستور، 200 جنيه تحفة. دي آخر حاجة. دي بكام؟ دي ب350. دي أغلى حاجة، دي عبوها، دي ب350. بس نشوفها دي عاملة ازاي. عباية دريس. بصوا كده دي ب350 اهي. دي أغلى حاجة، دي أغلى عباية، دي ب350. الحقوا الكمية قليلة جدا، الحقوا هدايا عيد الأم لحماتك ولأمك ولخالتك والمدرسين وكل دول. الحاجة رخيصة جدا من أول 175 و250. ده أنت غير لو اشتريتي 5 عبايات الست هدية، يعني هتشتري 6 عبايات لعيد الأم ب1250. ده المصنع نفسه عامل تصفيات ليه مكان في العتبة وليه مكان في شبرا. هقفل اللايف وأرد عليكم. سلام. قولوا لهم باي قلع، هنتخانق بعد اللايف عشان هنشوف كل واحد هياخد ايه. ماشي. في خناقه بعد اللايف، كل واحد هيتخانق مع التاني دي هتاخد ايه وانا هاخد ايه.